بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. انتهينا في بحث أمس إلى أن الأعمال تتجسم وتظهر مع أهلها في المحشر عند الحساب، وهذا هو ما يحقق العدل الإلهي خلافا للقضاء الذي يصنعه البشر. ربما يخطر سؤال في الأذهان، هذا السؤال هام ولم أعثر على من تعرض له من المفسرين أو من علماء الكلام، لعلهم تعرضوا ولم أعثر، وخلاصته أنكم إذا تقولون بتجسم الأعمال وأن ما يفعله الإنسان يتجسد وله صورة حقيقية واقعية تكوينية بحسب بيان أمس، إذن ما فائدة التوبة والاستغفار إذا الإنسان يتوب من الذنب الذي فعله وقد تجسم ويستغفر من معاصيه وهي متجسمة؟ كيف يمكن الجمع بين التوبة والاستغفار وقد نصت النصوص على أنهما يمحيان الذنوب؟ ومن جهة أخرى قلتم أن الآيات والروايات صريحة في تجسم الأعمال، فالجمع بينهما كيف يكون؟ هذا البحث بحث علمي عقائدي، لأنهم ما تعرضوا إليه لا بأس من باب دفع الشبهة التي قد تخطر في الأذهان. الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول أن التوبة والاستغفار يتعلقان بالذنوب التي لا تتجسد، وفي بحث أمس ذكرنا أن الذنوب على قسمين: قسم يدون على العبد في صحيفة أعماله ويحاسب عليه بالجزاء الجعلي، وقسم لا، نفس العمل يكون جزاء لصاحبه وليس بجعله. فلعل التوبة والاستغفار تمحيان أو يمحيان الذنوب التي لا تتجسد. ولو مررتم على الآيات والروايات الواردة في باب الاستغفار وفي باب التوبة لوجدتم أن الكثير منها ناظر إلى هذا النوع من الذنوب، الذنوب التي تدون في صحيفة المؤمن، في صحيفة العبد، وليست الذنوب التي تتجسد. إن سأل سائل ما هي الذنوب التي لا تتجسد، الجواب: قسمان من الذنوب. القسم الأول ما كان بين العبد وبين ربه، الذنوب الخاصة التي لا تتعلق بحقوق الناس،
وربما يراد بها القسم الثاني وهي الذنوب حتى المتعلقة بحقوق الناس. ولكن إذا نووا العباد الاستغفار والتوبة منها، لأن العباد بعضهم إذا أذنبوا الذنب يندمون عليه ويعزمون على التوبة، وبعض العباد إذا أذنب الذنب أصر على فعله واستمر عليه. الذنوب التي يعزم أصحابها على التوبة والاستغفار منها، هذا النوع من الذنوب لا يتجسم. لماذا؟ لدليلين عقلي ونقلي. أما الدليل العقلي فلأن الباري عز وجل عفو غفور، يستر على العباد عيوبهم لا يفضحهم، وحثهم على التوبة ووعدهم بالمغفرة، وعدهم بالعفو، وهو يعلم بعباده أن هذا العبد حينما يذنب الذنب سيتوب منه ويعلم به. فلذا هذا الذنب الباري عز وجل لأنه يعلم بأن هذا العبد سيتوب يمنع من تجسم هذا العمل، لأن تجسم العمل ثم بعد ذلك يزيله قد يكون فيه شبهة اللغوية، لغوية الوجود. كيف يأذن بوجود الجسم للعمل، بتجسم العمل، ثم بعد ذلك يزيله بسبب التوبة والاستغفار؟ فلعل العقل إما بعنوان دليل كامل أو بعنوان قرينة، إذا اعتضدت مع الأدلة النقلية تصير دليل. فالعقل يرى بأن العبد إذا صمم على الاستغفار من الذنب، هذا النوع من الذنوب يمنع الباري عز وجل من تجسمها، فتبقى في دائرة الذنوب المدونة، والذنوب المدونة يمكن أن تمحى بالتوبة وتمحى بالاستغفار. هذا ما يقضي به العقل. وأما ما يقضي به النقل، الآيات والروايات صريحة في أن هناك ذنوب، هذه الذنوب تعتبر من المدونات وليست من المجسمات إذا العباد صمموا على التوبة منها، على الاستغفار منها. أقرأ لكم بعض هذه النصوص. عليكم السلام والرحمة. من هذه النصوص هذه الآية المباركة، شوفوا دققوا في هذه الآية حتى نشوف بأن هذا الاستفادة اللي استفدناها تامة أو غير تامة. من الآيات قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة. الفاحشة هي ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، سيشمل ما بين العبد وربه ويشمل ما بين العبد وبين الناس. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. إصرار وعناد على المعصية ما عندهم، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين. زين، هاي الآية المباركة بقرينة المقابلة بين فعل الفاحشة وبين ظلم النفس. فعل الفاحشة يحمل على ما كان بين الإنسان وبين غيره، وظلم النفس يحمل على ما كان بينه وبين ربه. ولكن الآية تقول بأن المغفرة ملازمة لمن يتوب من ذنبه ولا يصر على فعله. فمثل هذا الذنب يدخل في المدونات وليس في المكونات، أي لا يتجسم وإنما يكتب عليه، فمتى ما تاب واستغفر محي من صحيفة عمله. في آية أخرى يقول عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيضا بقرينة المقابلة بين فعل السوء وبين ظلم النفس، يحمل الأول على ما كان بينه وبين الناس، والثاني على ما بينه وبين الله عز وجل. ولكن لأنه عبد يذنب ويلتفت إلى ذنبه ويعود عنه، لا يصر على فعل المعصية، مثل هؤلاء لا تتجسم أعمالهم، وإنما يكون لهم صحيفة أعمال تدون أنك فعلت في اليوم كذا، في الساعة كذا، الفعل الكذائي، فإذا تاب محي من صحيفة أعماله. وأما الروايات، أقرأ لكم رواية واحدة، هي رواية معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا، توبة نصوحا، التوبة النصوح اللي ما فيها إصرار على المعصية، توبة صادقة حقيقة ندمان وواقعا ما يريد مرة ثانية يرتكب هذا المعصية. إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة، يستر عليه ذنبه. فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه، الملكان اللي يدونان على الإنسان أعماله ويحصيان أقواله، ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب. ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه. يعني حتى في الآخرة لا توجد شهادة من الجوارح على فعل الإنسان، مأمورة بالكتمان، لأن هي نفس الجوارح ينطقها الله في الآخرة. هذا النوع من العباد اللي يتوبون توبة نصوحة من ذنوبهم، الباري يأمر الجوارح أن تكتم ما فعل. ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، لأن من الشواهد على الإنسان في الآخرة أيضا الأرض التي يعمل عليها المعصية، الأرض هم تشهد عليه. فالباري عز وجل يأمر الأرض بأن لا تشهد عليه: اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. موضوع هذه الرواية على ماذا يدور؟ على الشخص المذنب الذي يتوب توبة نصوحا. إذن الذنوب التي يفعلها الإنسان على قسمين،
قسم ذنوب يندم أهلها عليها، هذه الذنوب لا تتجسم، وقسم من الذنوب أهلها لا يندمون عليها، يصرون على فعلها، هذه الذنوب هي التي تتجسم. بالأمس هم ذكرنا أحد وجوه الجمع في اختلاف أن اتجاهات تجسم الأعمال يختلف باختلاف مراتب المذنبين. بعض المذنبين يذعن فورا أمام الباري عز وجل ويقول أنا كنت مذنبا وأريد العفو، هذا يؤخذ في أدنى مراتب الذنوب. أما أكو بعض الناس يعاندون حتى عند الباري عز وجل يكابرون، فلذلك هؤلاء ما يكفيهم فقط صحيفة الأعمال، لا بد من أن العمل يتجسم حتى يحضر ويكون شاهد عليه. فبناء على هذا إذن الوجه الأول للإجابة عن هذه الشبهة أن نقول بأن الذنوب على قسمين، ذنوب تتجسم وذنوب لا تتجسم. التوبة والاستغفار يتعلقان بالذنوب التي لا تتجسم، فإذا فعلها الإنسان وأعلن ندمه وتوبته محيت من سجل أعماله، وبهذا يرتفع موضوع هذا السؤال من رأس أصلا، لأن أصل السؤال كان كيف تجمعون بين أدلة التوبة والاستغفار وبين أدلة التجسيم. نقول الذنوب المجسمة غير الذنوب المغفورة والتي يتوب عنها العبد، هذا الوجه الأول. يؤيد هذا المعنى جملة من الروايات وليست بالقليلة، تؤكد أن المؤمن إذا فعل معصية، المؤمن ها بهذا القيد، إذا فعل معصية يؤخر تسجيل المعصية عليه. إذا فعل المعصية في الصباح يؤخر تدوين المعصية عليه إلى الليل، فإذا فعل فعلا حسنا أو تاب أو استغفر محيت عنه ولم تدون. وفي بعض الروايات 7 ساعات تؤخر، وفي بعض الروايات أكثر. راجع الروايات، روايات كثيرة، لأن احنا بحثنا مو موضوع هنا، أنا ما جاي نستعرض الروايات، ولكنها كثيرة التي تدل على أن الذنب المؤمن إذا فعل، لأن المؤمن ممكن أن يرتكب المعصية، النتيجة هو مو معصوم، فيؤخر تدوين الذنب عليه ساعات، فإذا أظهر ندمه أو توبته أو فعل فعلا حسنا لا يدون عليه الذنب. هذا الوجه الأول من الجواب. الوجه الثاني أن نقول كل الذنوب تتجسم، لا نصنف الذنوب على صنفين، كل ذنب يفعله الإنسان يتجسم. الآيات والروايات اللي بالأمس هم قريناها كانت ظاهرة أو صريحة في هذا المعنى، ولكن ما فائدة التوبة والاستغفار؟ الفائدة تظهر في 3 أمور. الأمر الأول أن تمحق التوبة، تمحق الذنب وتفنيه من الوجود. الاحتمال الثاني أن تبدل الذنب من حقيقة المعصية إلى حقيقة أخرى، تبدله من كونه سيئة إلى حسنة. الاحتمال الثالث أن تمنع من ظهور الأثر. أضرب لكم أمثلة حسية ونطبقها على الآيات الشريفة. إذا كان الإنسان في مكان فيه رائحة كريهة، عادة شو يسوون الناس؟ يبخون فرد رائحة أقوى منها طيبة، هاي الرائحة الطيبة شو تسوي؟ تمحق الرائحة الكريهة، تزيلها.
أو مكان مظلم يأتي نور، النور شو يسوي للظلام؟ يمحقه ويزيل أثره ورصينه. فالمحق بهذا المعنى أنه يفنيه من الوجود، الرائحة الطيبة تأتي وتفني الرائحة الكريهة من الوجود، تفنيها، كما أن النور يفني الظلام من الوجود. القسم الثاني لا، يبدل الحقيقة، كما أكو في بعض المعادلات الكيميائية عنصر إذا ينضاف إلى الرمل أو إلى التراب يتحول إلى زجاج، يصير زجاج، أو يتحول إلى ذهب، أو يتحول إلى عناصر أخرى. أهل الكيمياء يعرفون هاي المسألة، ضمن معادلات معينة عنصر ينضاف إلى عنصر يتبدل من عنصر إلى عنصر ثاني، نحاس يصير ذهب، تراب يصير زجاج. ففي المحسوسات أيضا موجود هذا الشيء، أنه شيء إذا أضيف إلى شيء ثاني يقلب حقيقته. وفي الفقه ممثلين عادة الخمر إذا يتبدل إلى خل أو بالعكس، ممكن للحقيقة أن تنقلب من وجود إلى وجود آخر. النحو الثالث أن يمنع من ظهور الأثر، كما إذا الإنسان يكون عنده فرد عازل حراري، إذا يكون في وسط النار لا يحترق، هذا العازل الفلزي اللي يستخدم في المطابق عادة هالشكل، يلفون به اللحم اللي يردون يشوه ويذبوه بالتدور، اللحم يستوي ولكن الفلز هذا ما يحترق، كل شيء ما به، عازل حراري يصير به، يمنع من ظهور الأثر. فالعازل شو يسوي؟ ما يغير النار، النار نفسها موجودة، أثرها موجودة، بس يمنع من ظهور الأثر فيه. المعاصي أيضا هكذا، التوبة والاستغفار إذا جاء تارة يمحقان العمل السيء الذنب، وتارة يقلبان العمل السيء إلى أمر حسن، وتارة يمنعان من الظهور. شنو الشاهد على هذا؟ الشاهد على هذا قوله تبارك وتعالى في هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات يذهبن السيئات، هذه إن الحسنات يذهبن السيئات ظاهرة في كبرى كلية، قاعدة عامة أن الحسنات يذهبن السيئات، ولا شك في أن التوبة والاستغفار من الحسنات. هسه طبعا هنا لأهل التفسير كلام في معنى هذه الآية، كثير منهم يقولون بأن المراد بالحسنات هنا هي الصلوات، أي الصلاة اليومية وخصوصا صلاة الليل. وفيه روايات، أيضا روايات الواردة بطرق الفريقين تدل على أن الصلاة هي حسنة تمحي تذهب السيئة، ولكن لنا فيما ذكروه تأمل، وهو أن هذه الروايات لم ترد على نحو الحصر، وإنما بيان أظهر المصاديق. نعم السياق في هذه الآية وارد في باب الصلوات والحفاظ على الصلوات، ولكن لا يراد به الحصر المعنى، لأن الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ظاهرة في كبرى كلية، تطبيقها يكون في الصلاة، أو الصلاة يكون من أظهر مصاديقها، ولا شك في أنه يشمل التوبة ويشمل الاستغفار لأنهما أيضا من الحسنات. فبناء على هذا إذن الآية صريحة في أن الأعمال الحسنة تذهب الأعمال السيئة. الإذهاب يعني شنو؟ تذهبها بأي معنى؟
أي تزيلها. إن الحسنات تزيل السيئات. هسه هنا أكو كلام، هل أن الإزالة تكون بنحو الدفع أم تكون بنحو الرفع؟ دفع يعني قبل وقوع الحسنة تصد من وقوعها، وهذا واضح جلي في الإنسان المصلي. الإنسان المصلي اللي يواظب على الصلاة غالبا ما يصير عنده بعد داعي لارتكاب المعصية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا بمعنى الدفع، يعني الشخص المصلي أو الشخص التائب أو المستغفر من الذنوب إذا استغفر من ذنب ما وتاب منه، بعد لا يوجد عنده داعي قوي لارتكاب الذنب مرة أخرى، فمن أول الأمر لا يرتكب الذنب حتى يتوب منه. إن الحسنات يذهبن السيئات، بمعنى أن يدفعن وقوع السيئات، أو هو بمعنى الرفع، أي بعد وقوع السيئة تأتي الحسنة وتمحيها وتزيلها. هذا المعنى الثاني أظهر من الأول. وصيغة المضارع تفيد الاستمرار، إن الحسنات يذهبن السيئات. فبناء على هذا إذن، إذا كان الإنسان مذنبا وتاب واستغفر، هذه التوبة وهذا الاستغفار لا يكون من الأمور المدونة فقط، حتى إذا قلنا بأنها من الأعمال المجسمة تتجسم، فهي إما تزيل تمحق تفني وجود السيئة، وإما تبدل حقيقة السيئة، وإما تمنع من ظهور أثر السيئة. وهذا هو معنى الاستغفار في اللغة. الاستغفار في اللغة شنو؟ من الغفر، الغفر يعني الستر، التغطية والستر. هذا الطاس الخاص اللي يلبس الجندي يسموه مغفر. ليش يسموه مغفر؟ لأن يستر الرأس. الغفران يعني الستر، فالاستغفار يعني طلب الستر. فإذا الباري عز وجل ستر على ذنب عبده، إما يمحقه وإما يبدله وإما يمنع من ظهور الأثر. الوجه الثالث أن نقول بتبدل الحقائق أصلا. الحسنة تبدل السيئة إلى حسنة. هذا التبديل له طريقان. الطريق الأول عند الباري عز وجل، حينما يأتي العبد للحساب، الباري عز وجل يأمر بتبديل السيئات مالته اللي في دفتر حسابه، يعوضه بالحسنات. النحو الثاني لا، يزيل السيئة ويخلي مكانها حسنة. فحتى إذا كانت الأعمال متجسمة، الباري عز وجل يوخر الذنب المجسم ويخلي بمكانها حسنة مجسمة. شنو الدليل على هذا؟ دليل على هذا آيات وروايات. من الآيات هذه الآية، قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا التبديل هنا بإرادة الله، بأمر الله عز وجل. إما يبدل السيئة يخلي بمكانها حسنة في مقام عطاء الثواب والمحاسبة، وإما يزيل الحسنة ويخلي بمكانها، يزيل السيئة ويخلي بمكانها الحسنة. التبديل
شنو معناته في اللغة وفي العرف؟ أن تضع شيئا مكان آخر أو تغير صورة الشيء بصورة أخرى. هو هذا التمثيل. أكو شواهد على هذا من الكتاب والسنة؟ نعم، من الكتاب هاي الآية، وأما الروايات أقرأ لكم بعض الروايات. من هذه الروايات ما رواه الشيخ الطوسي في الأمالي بإسناده عن محمد بن مسلم الثقفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، عن قول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال عليه السلام في توجيه هاي الآية، قال: يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة. المؤمن ها حتى يوقف بموقف الحساب، يوقفوا للحساب، فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه. الشيء العجيب هنا، لا يطلع على حسابه أحدا من الناس. فيعرفه بذنوبه، ولا ذنوبك شو، حتى إذا أقر بسيئاته. إذا تتذكرون بالتوجيه الأول قلنا هذول اللي ما يصرون على الذنوب، حتى إذا أقر بسيئاته قال الله عز وجل الكتبة الملائكة: بدلوها حسنات، هاي الذنوب، شوف اللطف الآخر هنا، بدلوها حسنات وأظهروها للناس. السيئات يخفيها عنهم والحسنات يظهرها. هيك يحفظ الباري عز وجل ما وجه الإنسان. فيقول الناس حينئذ: ما كان لهذا العبد سيئة واحدة. عجيب، الإنسان كان عالي المستوى، سيئة واحدة ما عنده. ثم يأمر الله به إلى الجنة. فهذا تأويل الآية. هنا النكتة الهامة للإمام يشير لها في آخر الرواية، يقول: وهي في المذنبين من شيعتنا خاصة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا التبديل هنا بمعنى شنو؟ تبديل الحسنة، تبديل السيئة بحسنة في صحيفة العمل. الرواية ظاهرة بهذا المعنى. قريب منها وردت في المحاسن عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام. ورواية ثالثة هي رواية أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤتى بالرجل يوم القيامة. هذا من باب أظهر المصادق الرجل، وإلا نساءهم مشمولات. فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه. الذنوب الصغيرة، الكبيرة خلوها، وتخبأ كبارها، ما يظهرها. إسا الصغائر شنو، الكبائر شنو، بحث آخر. فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، أكلت مال فلان، ضربت فلان، سبيت فلان، ضربت طفلك تشفيا لا تأديبا، وأمثال. وهو يقر ليس ينكر، يقول صحيح، وهو مشفق من الكبائر أن تجيء، خايف من، هو جاي يحاسب في الصغائر وخايف من الكبائر تجي.
فإذا أراد الله خيرا قال أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول يا رب لي ذنوب ما رأيتها هاهنا، عندي بعد أنا ذنوب ما شفتها. قال أبو ذر يقول ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ضحك حتى بدت نواجذه أضراسه، يعني ضحك فالضحكة اللي أسنونه الخلفيات هم ظهرت، ثم تلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن بناء على هذه الروايات التبديل يتم أحيانا بالعطاء الإلهي بالمكافأة، هاي الروايات هاي مدلولها. اثنين أن هذا النوع من الجزاء يكون للمذعنين مو للمعاندين. ثلاثة لمن عقائدهم صحيحة، اللي عقائده فاسدة ما مشمول بهذا النوع من الجزاء، ماكو تبديل. وأما الطريق الثاني اللي نفس الحسنة تغلب السيئة وتقلبها أصلا، بعد ما تبقى حسنة أصلا، في أمال الشيخ بإسناد عالي، إسناد رفيع، عن الرضا عن آبائه، سلسلة عن معصوم عن معصوم عليهم السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله حبنا أهل البيت يكفر الذنوب ويضاعف الحسنات. وإن الله ليتحمل من محبنا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد. ترى هذا تدليلها للمؤمن. إلا ما كان منهم فيها على إصرار، هذا المصر على الذنب مستثنى من هذا الموضوع، إلا ما كان منهم فيها على إصرار وظل للمؤمنين، ظل فظيع الظل نعوذ بالله. فيقول للسيئات، الباري عز وجل يقول للسيئات كوني حسنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد هنا مو محو، مو يمحيها من سجل عمله السيئة ويخلي بمكانها حسنة، يقلبها الحسنة إلى السيئة إلى حسنة. الرواية الأخيرة رواها الصدوق في عيون أخبار الرضا عن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة يخلي الله عز وجل لعبده المؤمن فيقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا، قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة وحدة وحدة محصية، ثم يغفر له، لا يطلع الله على ذلك ملكا مقربا، حتى جبرائيل ما يدري بها، ولا نبيا مرسلا، ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد. يعني إنسان عنده شوية خجل أن الناس يطلعون على ذنوبه، بس الله يهديهم بس. ثم يقول الباري عز وجل لسيئاته كوني حسنات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فإذا لا تنافي بين القول بتجسم الأعمال وبين القول بالتوبة وبالاستغفار، لأن التوبة والاستغفار إما يختصان بالذنوب المدونات للذنوب المجسمات، وإما يشملان المجسمات ولكن يمحقان السيئات، أو يبدلان السيئات، أو يمنعان من ظهور الأثار، وبهذا هم تندفع هذه الشبهة.
البحث التالي إن شاء الله في تعاليم هذه الآية. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.